يعمر يصيبونا ورقاتنا باش اللي جا ينوضنا نعرفوا باش نهضروا. عاش الملك الوردي غير مصطفى من المستفيدين الاولين في سوق الشرف. انا من الاوليين اللي خايضين القرار. شي حنا شي 10 الناس ولا 8 الناس اللي خايضين داك القرار. هو ملي كيتسلم لك داك القرار الاصلي ديال البقعه ديال الجلسه انك تلزم عليك الكيره. هادشي اللي قالوا لنا الاخوان. مشيت انا خلصت واحد العام، جابوا لنا واحد العام ديال الخلاص مشيت خلصته. ولكني من بعد ما خلصت هذاك العام راني ما خدامش، السوق خاوي مسدود قول مثلا ما خدامش الا في هذه الدوره الاخرى. فاش جا هذا القايد رضوان جزاه الله خيرا كان عندنا واحد المشكل ديال شي مستافد وشي ما مستافدش، ولكني هذاك المشكل تبعناه الحمد لله حتى ولا تصفى الحساب ديالو ولا كل شيء استفد. ودوك اللي كانوا ما يتسحقوش الاستفاده تقساو باسم السيد القايد رضوان جزاه الله خيرا. واليوم كنطالبوا بهذوك الناس اللي دخلوا كنطالبوا بالقرارات ديالهم حتى هما باش يطمعنوا بلايصهم. ان باقيين كاينين في المعاناه، باقيين الناس اللي مقسيين كيرجعوا يقولوا لهم راه بلاصتنا هذه وكيتخاصموا معاهم. هذا الشيء بغيناه ما يبقاش، بغيناه يتحسن الله يجزيكم بخير. وبغينا هذاك القرار هذوك الناس اللي شادين ذاك القرار وتلزمهم ذاك الكيره وما عندهمش منين يخلصوا ذاك الكيره، بغيناهم شي عافوا على هذاك الكيره، على ذوك خمسة الناس اللي ستة اللي كانوا كاع شادين القرارات راهم ما خدامينش، واخا شادين ذاك القرار ما خدامينش، والسوق راه باين لكل شيء باين راه ما خدامش. وهذا هو طلبنا عندكم الله يجزيكم بخير. والدوار راه ما بقاش فيه اللي ما مستفد، والشارع راه ما بقاش عندنا شي واحد اللي كيدور في الشارع ما مستفدش من عاده اللي مانع وبغى يدير الفوضى، هذاك ما معاناش. ولا شي فئه اللي كدور في الشارع برانيه، هذه هي اللي بقات عندنا. والدوار ديال السرغنا كنطالبوا به بين كلهم الناس اللي فيه راهم هما اللي مستفدين في السوق يدخلوا للسوق، ولكني كنطالبوا ما يكونش النبات من وراهم. راه كاين اللي دابا كيجي للسوق ولكن مخلي ولادو في الدوار، واللي ما خليش ولادو في الدوار كاري في الدوار الواحد براني. وحنا هذا الشيء راه كنطالبوا به ينقرض ما يبقاش. حبيبه بن هنيه كنطلبوا من الله السوق يعمر ويدخل يكون بنادم كيبيع ويشري، وداك السوق راه جميع ما يكون فيه. وإني البيع والشراء ما كاين، ديك السلعه اللي كنبيعوا كنضلوا مقابلين حتى العشيه، وانا ارماله كنضلوا مقابلين ديك السلعه حتى العشيه، وكنمشيو ونخليوها كل يوم كل غدي ما كاين لا بيع لا شراء. وكنطلبوا من الله يصيبوا لنا ورقاتنا. كيجي شي واحد اخر كيقول لك نوضي ليا من بلاصتي، كنقول له ودي انا راه حاطني فيها القيد، كيقول لك لا نوضي ليا من بلاصتي كي يصدق الخصومه. كنطلبوا من الله دروك يصيبوا لنا ورقاتنا باش اللي يجي ينوضنا نعرفوا باش نهضروا. الله يجازيكم بخير. شحال ديال الوقت نتوما في هذا السوق هذا؟ حنا راه قبل كورونا نتوما في هذا السوق، وهذاك السوق واني ما كاين عماره، كاين عيل يضل قاعد حتى العشيه وينوض في حالات ويبجي. البيع والشراء ما كاينش، الناس كيبيعوا في الشوارع ويبيعوا في الزناق ويبيعوا في الكراس، وهذاك السوق ما كاينش اللي كاين، كان الناس خسروا شغلهم وخسروا سلعتهم وشي بيع وشراء ما كاين. كنطلبوا من الله دروك السوق يعمار وصيبوا لنا ورقاتنا الله يجازيكم بخير. شنو هي الرساله اللي بتوصل للمسؤولين هنا؟ يعني صيبوا لنا ورقاتنا والسوق يعمر. يصيبوا لنا ورقاتنا باش اللي جا ينوضنا نعرفوا باش نهضروا. حتى دوك اللي جا بغى ينوضك اش غتقول لي؟ ما كاين ما تقول لي، خاصهم يصيبوا لنا ورقاتنا باش نعرفوا باش نهضروا. وانا امراه ارمله هجاله وليداتي كاع مزوجين بديارهم وانا عكاريه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.